في طريق وعر تميزه صخوره البركانية الكثيرة، توجهنا إلى جبهات ريف حمص الغربية التي شهدت خلال الأسبوعين الماضيين أشرس المواجهات العسكرية بين الثوار وقوات النظام في الريف الشمالي. قرى جوالك والمحطة وسنيسل والمشروع ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة بسبب قربها من طريق مصيافة وحي الوعر المحاصر، كانت قرى مدنية بامتياز قبل أن تشتعل جبهاتها في وقت واحد في محاولة من النظام لبسط سيطرته عليها. هنا جبهة المحطة، أحدى الجبهات الغربية لريف حمص الشمالي القريبة من بلدة دار الكبيرة. الأسبوع الثالث على التوالي النظام يحاول جاهدا أن يتقدم من هذه النقاط. طبعا نحن الآن هنا في أقرب النقاط من الجيش النظام. جيش النظام يقع خلف هذه الهجوم مباشرة، خلف هذه الأكوام الحجارة، يحاول التقدم باتجاه هذه النقاط، وللأسبوع الثالث على التوالي لم يستطع إحراز أي تقدم يذكر إطلاقا. عشرات المدرعات والآليات حاولت التقدم من هذه المحاور، قوبلت بتصد وثبات كبيرين، إضافة إلى كمائن نوعية تجسد تطور مستوى التكتيك العسكري لدى الثوار والذين استطاعوا تدمير عدد من الآليات المهاجمة ومنع قوات النظام من التقدم رغم مستوى القصف الجوي العنيف بشقيه السوري والروسي الذي استهدف هذه المنطقة. يا شباب تم تدمير دبابة الثالثة يا شباب. الخسائر اللي كبدها الجيش الحر لقوات الأسد كانت هي عبارة عن 10 دبابات و4 BMP عربتين شيلكا واختنام دبابة 62 وعدد كبير من العناصر والشبيحة. ارتفاع الحالة المعنوية هنا لم يشغل الفصائل المقاتلة على خطوط التماس عن استمرارهم في التحصين والمرابطة على قدم وساق، بينما تبقى قلوبهم تصغي بنشوة لواقع الانتصارات المتصاعد في المناطق السورية عموما. أنور أبو الوليد لقناة حلب اليوم، ريف حمص الشمالي.